جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وفخامة السيد دونالد ترامب رئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، حيث أعرب عاهل البلاد المفدى عن خالص التهاني لفخامة السيد دونالد ترامب بمناسبة فوزه بثقة الشعب الأمريكي الصديق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتمنيات جلالته له بالتوفيق والسداد في مهمه. وخلال الاتصال أكد جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه على عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والاستراتيجية المتنامية بين البلدين الصديقين، والتي يتطلع جلالته إلى تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة لما فيه خير ومصلحة البلدين، متمنيا جلالته للسيد دونالد ترامب موفور الصحة والعافية وللعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء، وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق دوام الرقي والازدهار. من جانبه عرب فخامة الرئيس الأمريكي المنتخب عن بالغ مشاعر التقدير والاعتزاز لجلالة الملك المفدى، مؤكدا تطلعه للعمل معا لتعزيز وترسيخ العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة والتي تربط البلدين، مشيدا بما وصلت إليه هذه العلاقات من تعاون مشترك على جميع المستويات وفي مختلف المجالات بما يحقق المنفعة المشتركة للشعبين الصديقين.